الأهلي يواصل انتصاراته ويكتسح الداخلية برباعية مقابل هدف واحد، والفوز 11 على التوالي النادي الأهلي، والرباعية 11 لمستر كولر مع النادي الأهلي. كابتن شريف مبروك، فوز كبير وفوز مستحق للنادي الأهلي. مبروك. كنا بندور على أداء وفوز. صحيح، ونتيجة. أعتقد نتيجة وأداء وفوز توفروا النهاردة بأداء لعيبة النادي الأهلي الحقيقة. أو ده الكلام اللي أنت لما بتاخد الملعب بشكل جدي وبتبقى عايز بلغة الكرة، أنا النهاردة عايز أنزل أعمل حاجة. كل اللعيبة كان عندها المبدأ ده. كل لعيب كان بيملك أي شيء من الفرديات بيحاول يثبتها في الملعب، وده الكلام اللي أنا بتكلمه معاك دايما. أقول لك لو كل لاعب عنده حرفية واحدة يدهاني في الملعب، هتبقى نتيجة 4-6 و7 و8 و9 في ظل الأهداف اللي راحت دي كلها في مباراة اليوم. دايما المكسب الكبير بيدي فرصة أكبر للمدير الفني إنه يشرك اللعيبة كلها ويحطهم إحنا بنسميها الحالة البدنية، تبقى جاهزة. فتح النفس والإحساس بالمباراة الرسمية لازم يبقى موجود عند كل الناس. وعلى سبيل المثال ديانج وأفشا، الاثنين دول لازم يكون لهم اشتراك، لان الفتره اللي جايه دي محتاجه طبعا عوده النجم النهارده عمر كمال عبد الواحد. الحقيقه انا بهنيه على الجول الرابع، من قطع للكوره للثرو باس لوان تو، بدل ما يطمع في الكوره بيديها سهله جدا لامام يجيب جول. يعني دي احلى كوره انا اتفرجت عليها النهارده في المباراه، فدي برضو بعودته بنقوله مبروك انك انت قدرت ترجع، وبنشكره ان لما بيبقى في مزع او في شده او اي حاجه مش سهل ان انت ترجع في 21 يوم او اقل من شهر او شهرين. هو الراجل عاش كلاعب كوره وقدر يرجع نفسه، واحنا محتاجين اللعيبه كلها. محمد هاني النهارده بهدوء كده زي ما قلت لك بالخبره وكمان ده قدم مباراه الحمد لله جميله وسهله وشكل حلو وبيباصي وشايف الملعب والدنيا جميله. بقيه اللعيبه كذلك كلهم عندهم ثقه كبيره، كل ما بتروح الناحيه الثانيه وبتضغط على الخصم وبتعمل الكومباكت بتاعك بالخطوط وكل ده، هي دي الكوره، هي هو ده النادي الاهلي. بدون اي زيادات او بدون اي حاجه، كل ما بتقدر تستغل الفرص اللي بتجيلك. اهي دي فرصه 4 النهارده من حوالي 16 واحده بالظبط. فهمتني؟ يعني تخيل انت لو نص ال 16 دخلوا هيبقى نتيجه قاسيه جدا على اي حد بتلعب. صحيح. فبنتمنى هذا الاداء وهذه الروح في اي مباراه قادمه باذن الله. كابتن اسامه مبروك، تفوق النادي الاهلي لعبا النتيجه، وكانت النتيجه ممكن تتضاعف عن كده كمان خلال اوقات المباراه. الطبيعي ان النتيجه تتضاعف. مبروك الحمد لله، اضافه 3 نقط تاني، فوز مستحق وفوز سهل بكل سهوله. النادي الاهلي قدر يجيب 4 اهداف، وزي ما انت قلت اضاع العديد من الفرص. يعني كانت النتيجه على الاقل مش هتبقى اقل من 7 أو 8 يعني. مباراه جيده، مباراه من جانب واحد. النهارده في تالق من اكتر من لاعب، حسين الشحات، امام، احمد عبد القادر عمل ماتش كويس رغم انه اضاع فرص سهله النهارده. وسام قدر يجيب جونين حلوين. اللعيبه بتلعب بكل بساطه وسهوله، يعني زي ما احنا كنا متوقعين. احنا قلنا بين الشوطين كلنا اجمعنا ان النادي الاهلي هيضيف اهداف تاني، وده اللي حصل. الشوط التاني نفس المباراه مشيت على نفس الوتيره. النادي الاهلي هو اللي مسيطر، هو اللي بيخلق فرص، هو اللي مستحوذ، هو اللي ولا اي مقاومه من فرقه الداخليه. يعني باستثناء الهدف اللي جابوه كده، يعني توفيق من عند ربنا، كره اتغطت على الاوفسايد وراح الراجل جاب جون. فالنادي الاهلي يعني كل حاجه كانت في ايديه، من لعب، من سيطره، من استحواذ، من فرص، من اداء، من اجوان، من جمل، من فمبروك. ونستمر ان شاء الله على كده ان شاء الله رب العالمين عشان المباراه اللي جايه باذن الله. كابتن عادل مبروك، ودايما بتقول البدايه الجيده بتعطيك السيطره من بدايه المباراه. يمكن الكابتن بلال قال لي حاجه في بدايه الاستوديو، قال لي لو بدانا كويس وفي شراسه
انك انت هتكسب ما تكتفيش بالهدف وتقعد او تجيب جول وتنام عليه. نادي الاهلي النهارده يعني زي ما نقول تفوق لاعبا ونتيجه، كان في شراسه بعد الهدف ان انت عايز تجيب جول تاني، كان في يعني هدوء بعض الشيء او نقول دلع شويه، ولكن اعتقد ان النادي الاهلي النهارده زي ما قال كابتن شريف لاعبا ونتيجه تفوق على الداخليه. والله يا كابتن انا مبروك ثلاث حاجات ورا بعض، مبروك الثلاث نقاط، اهم حاجه مبروك الخروج من الملعب بدون اصابات ودي حاجه مهمه جدا، مبروك لاستمرار الفوز رقم 11 على التوالي ودي حاجه مهمه. ادخل بقى في الماتش سريعا كده كابتن، ادخل في الماتش سريعا، انا زعلان جدا من الهدف اللي دخل فيه. وانا برضو. ليه بقى يا كابتن ايمن؟ اديك احصائيه غريبه شويه. النادي الاهلي افضل نادي تهديف قبل اكتر دلوقتي اكتر من بيراميدز بحوالي 8 اهداف. يعني 8 اهداف كاملين اكتر من بيراميدز. باهداف يعني باهداف اليوم. كويس. ولكن اقل من بيراميدز لعب المباريات واكتر من بيراميدز احراز اهداف في استقبال استقبال الجولي. تمام يا كابتن؟ أيوة. ده اللي مزعلني. كونك انك انت في مباراه زي النهارده يدخل فيك هدف، فدي في حد ذاتها دي اللي انا عاوز اقول لك عليها، اللي هي كان عدم اللي هو اقولها باني يعني استهتار شويه. وانا ما بحبش اللاعب يعني في الوقت اللي انت بتكسب فيه ما تستهترش في اي لحظه، لان الفرقه لما انت تيجي تقسمها اتنين يا كابتن اي فرقه في الدنيا كده، لما يجي مدرب يحكم ما بين فرقته او يعمل احصاء لفرقته عارف بيقول ايه؟ بيقول المهاجمين نجحوا كسبوا، المدافعين خسروا. يعني النهارده المدافعين خسروا والمهاجمين كسبوا، انت فاهمني؟ رغم ان لعيبه نص الملعب بتخدم الاثنين، بتساعد في انك تجيب جول وبتساعد انك يمنع منك جول، لكن في اخر الامر مبروك الثلاث نقاط. فرقه الداخليه يا كابتن نايم اخر 6 ماتشات عملت اقصى ما عندها مع الفرق، خسرت 3 مباريات، اتعادلت، كسبت مباراتين وتعادلت مباراه. انت لو بصيت لفرقه الداخليه تبص تلاقيها بتحضر للسنه الجايه. لا بتحضر للسنه الجايه في دوري الدرجه الاولى في المحترفين. محترفين دي حقيقه. حضرت قبل ما تنزل. وانا بعني الكلمه بتاعتي دي تماما يعني. حضرت ازاي يا كابتن؟ معلش قول لنا حضرت ازاي؟ يعني هي جابت مدرب متمرس في الدرجه الثانيه، عيد مرازيق. فتحضيره للدرجه الثانيه، دي حقيقه يعني، انا بقول لك حقيقه. المفترض انك انت تلعب وتجاهد. عنده لعيبه كويسه جدا. الداخليه يعني مش من الفرق اللي لعبتها منتهيه خالص، بالعكس عندهم اكتر من 3-4 لعيبه عندهم خبرات كويسه وعندهم 3-4 لعيبه كويسين قوي. طيب امال اللي وصل له دوت نتيجه ايه؟ التغيير كتير وعدم الاستقرار. ودي انت عارف الداخليه من اكتر الفرق اللي غيرت مدرب السنه دي، يعني دخل في 4 بتهيألي الداخليه والمقاولين 4 أو 5. بص تلاقي النتائج الاثنين المقاولين والداخليه بعاد وهيفضلوا بعاد طول ما انت ما عندكش استقرار فني. انت ممكن تصمم على يعني مثلا البلديه لسه مغيره بقى قريب جدا، يعني البلديه من الفرق الماتش اللي قبل اللي فات الماتش اللي قبل اللي فات، يعني من الفرق اللي لعبت 25 اسبوع بدون ما تغير المدير الفني بتاعها. اتمنى ان الفرق تحذو حذو النادي الاهلي والفرق اللي هي ما بتغيرش. يعني النهارده الاسماعيلي ممكن يكون في المنطقه الدافيه سنه نادي الاسماعيلي علشان الاستقرار العام كان مع اياب جلال من البدايه طول الموسم. ايوه دي حقيقه. اكتر من فرقه عندها استقرار سموحه مع احمد سامي مظبوط في برضه استقرار شويه هنتكلم فيها يعني كمان فرق. يعني في الاخر يا كابتن ايمن اللي انا عايز اقوله لك ان النادي الاهلي باستغلاله الهدف الاولاني بيودي اي تيم بيلعبوا للبلان بي،
وانت لما تلعب قدام الاهلي بالبلان بي يعني معناها انك هتهاجم وهتلعب مع النادي الاهلي بنديه. النادي الاهلي يقدر يكسب، انا ما بتكلمش على الداخليه بالظبط. ما هو الداخليه النهارده امكانياته كده، حتى الحته البدنيه بتاعتهم بعاد شويه. انا شفتهم النهارده الحته البدنيه بعيده قوي، ولكن في اخر الـ يعني المباراه النهارده مبروك للمشوار الصعب بتاعك. صحيح. انا عندي لسه مباريات كتير قوي، يعني انا لما بحسبها تتعب بتعب. ما بالك اللعيبه، ربنا يسهل يا رب ان شاء الله. كابتن بلال مبروك فوز غالي ورباعيه مقابل هدف واحد ومهرجان للفرص الضايعه. طبعا احنا قبل يعني في الاستراحه قلت لك كابتن في ايه؟ في هدف تاني خلاص، واضح من طريقه اللعب وطريقه استحواذك والفرص اللي بتضيعها وامكانيات خلق الفرص. خد بالك بالنسبه لقوه امكانياتك وضعف امكانيات الخصم، واضح ان هيبقى فيه اهداف تانية. الاهلي اجاد، استحوذ، سيطر، استغل اخطاء الخصم. يعني بعد المباراه هي بص يا كابتن بلال، اعتقد ان المباراه دي يعني بنسبه كبيره جدا كانت من جانب واحد. لا مش تعتقد، هي من جانب واحد لولا الهدف اللي داخل مرمى. الاعتقاد ده يعني الاعتقاد ده يعني مش محله يا كابتن. هي مباراه من جانب واحد، خد بالك يعني قبل المباراه كنت ممكن تقول ايه يعني المباراه دي اختلفت عن المباراه اللي فاتت خالص. طريقه اللعب والضغط من مكان من جانب الداخليه مش من جانب النادي الاهلي. يعني انا اعتقد كده من وجهه نظري ان هم خلاص هم في الدرجه الثانيه. وجهه نظري يعني. اكيد معجزه في الدرجه يعني التانية. مش معجزه، ما فيش خلاص كده تقريبا في الدرجه الثانيه في الدرجه الثانيه. خد بالك مش في الدرجه الثانيه عشان اتغلبوا النهارده اربعه، في الدرجه الثانيه لان الاداء ده وطريقه اللعب واسلوب اللعب ما يؤهلش فرقه انها تلعب في الدوري الممتاز. طب لحظه واحده، هو كابتن عادل قال جمله، قال لك هم جابوا عيد مرازيق تحضير للموسم الجديد. لا بس انا اختلف مع كابتن عادل. وجهه نظر. لا اختلف معاه في وجهه نظر. ايوه انا بقول لك انت بتخالف وجهه نظر. قد يجوز هو اللي صح وانا اللي غلط. ايوه خد بالك ممكن يكون الكابتن عادل صح وانا اللي غلط. طيب انا اعتقد ما فيش حد يمسك فرقه يعني بالشكل ده ولا بالطريقه دي ولا في الوضع ده في الوقت الحالي ولا بالامكانيات دي. خد بالك يا كابتن وانت رايح تمسك فرقه ممكن تكون بتنزل او بتصارع بس عندها كواليتي لعيبه تمام، ممكن تحاول وتقاتل وتجاهد معاهم انهم يحاولوا يبقوا موجودين في الدوري الممتاز. يعني مثلا فاركو فرقه كويسه كواليتي كويس مش وحشه، يعني فرقه لما تيجي تبص عليهم محتاجين مدرب ينظم ويشتغل ويبقى شخصيه شويه، فاهم قصدي، ويعمل تنظيم جيد. حلو. المقاولين العرب برضو فرقه جيده عندها اسماء كويسه، محتاجين برضو مدرب يصمم ويعمل تشكيل كويس ويفكر كويس للعيبه ويدي حماس اكتر للعيبه ويستخرج الطاقات الموجوده. لكن انت بتتكلم هنا بص هات كده، معلش انا اسف كابتن، هات ده ملخص لسه بعديها هنجيب لك بعض الحالات. في فرصه او هدف المدافع كره جات له في الاخر فبيلعبها في قلب الملعب واللعيب الاهلي ضغط عليها. هي دي، هي ده الجول، هي دي. لا هي دي اللي قاعد يرقص فيها اللي هو دخل بيها على جوله. لا وكمان لا في واحده في الشوط الثاني، هي دي. ياخد بالك مفيش حد في العالم بيعمل كده يا كابتن. هو في حد في العالم بيعمل كده؟ مفيش حاجه فرقه في العالم دي. ده هو هي دي حرفنه. لا هو سوء تصرف ده دي مفيش اي ريسبونسبيلتي خالص. لا سوء تصرف لا خالص. لا حتى بص يا كابتن في انا برضو سوء التصرف له اماكن محدده في الملعب، لكن ما بقاش عندك ريسبونسبيلتي يعني مفيش مسؤوليه. أيوة. ده لعيب ده بيعمل الكره عايز يعلق الكره من فوق اللعيب ويروح. بس خلي بالك كلامك بيؤكد كلام الكابتن عادل. الاختلاف انا بتكلم عن مدير فني، بتكلم انا بتكلم عن مدير فني، انا بتكلم عن مدير فني. ايوه ان مفيش مدير فني. لا بص يمكن يوافق. انت بتحضر حاجه وان انت بتستدعي مدير فني وتطلع. يعني انا لو انا مثلا ما بدربش، لو طلبني قال لي تعالى اضرب هقول له لا انا اسف ما اقدرش امسك فرقه بالكواليتي دي ولا بالامكانيات دي. لحظه، احنا الاستوديو اللي فات قلنا ايه؟ بعض الفرق تحت غيرت المدربين بتوعها. تحت فين؟ اللي هم اللي في الترتيب يعني. معظم الفرق غيرت. في فرق موقفها صعب جدا 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 وتحتاج لمعجزه. حلو حلو. فقلنا ان المدرب اللي بيجي في التوقيت دوت بيغامر. حلو. يعني بنسبه كبيره زي ما بنقول كده فرقه مثلا الداخليه محتاجه معجزه. ايوه كده محتاجه معجزه. انا عشان كده بقول لك المقاولين محتاج معجزه. حلو. والاثنين غيروا. المقاولين كمان غير في وقت متاخر جاب الكابتن عماد النحاس. حلو.
حلو. فانك انت بس كم... بس بس تعالى بص بقى قول اتفضل. هنا هنا في وجهه نظر مختلفه شويه. معلش اتفضل. مقاولين لا مقاولين بكام ماتش؟ 27 ماتش. تمام. فاركو لعب كام ماتش؟ 29 ماتش. تمام. الفرق بينهم كام نقطه؟ 6 نقط. يعني في بوسبيلتي ان هو يصعد؟ اه في. ان هو يقعد في الدوري الممتاز؟ اه لا في. ما هو رقميا تكسب فيه. اه لا رقميا فرق فيه. ماتشين تمام. وتقدر تكسب الماتشين وتبقى انت ايكوال في البوينتس. مقاولين. انا بتكلم انا اقول لك تبقى ايكوال في البوينتس مع مين؟ مع فاركو. حلو. يعني انت يعني قصدي بس لازم فاركو ماشي. لا مش لازم ماشي. ده فرق ماتشين لازم انت تكسب الماتشين. ايوه لازم انت ما تكسبش. ايوه كابتن انا بكلمك في كده ان انت هل انت عندك الكواليتي بتاعه اللعيبه اللي تخليك تكسب؟ المقاولين عنده الكواليتي دي اللي تقدر تخليه يكسب ماتش واثنين، ما عندوش مشكله. هو المقاولين واقف في ازمه مع شوقي غريب من اول السيزون، من التحضير بتاع الدوري. فاهم قصدي؟ لكن انا بكلمك دلوقتي في امكانيات. يا كابتن في طبعا في امكانيات الفرق ومدى استجابه المدربين ليهم. انا النهارده هو اي يعني انا ممكن اوافق لو انا عايز احط اسمي كسيفي في الدوري الممتاز يبقى انا ضربت في الدوري الممتاز اوكي. لكن انا بالشكل وبطريقه اللعب دي ما اقدرش. انا يعني كواليتي اللعيبه نفسه صعب جدا. انت بتتكلم ان انا كنت مختلف يعني انا بقول كده. لا لا انت اختلفت معايا في ايه؟ لا لا انا بقول مش اي مدرب هو كابتن مش يرضى. هو بيحضر. لا مفيش مدرب هيوافق يروح يمكن بس دي العكس. دي وجهه نظر. انت بتقول هو بيحضر للدوري الدرجه الثانيه. انا بقول لك مفيش مدرب. انا بقول لك معلومه. اتفضل. ماشي ماشي اوكي ماشي. انا بقول لك لا حلو. وبقول لك انا عارف السوق. السوق ده كده يعني عيد مرازيق ما مسكش الدوري الممتاز خالص حلو. في حياته ماشي. هو ناجح في حته يشتغل في الحتت اللي تحت بيصعد فرق. حلو. يعني هو بيعرف يلعب في المجاميع اللي تحت. عشان كده لا اسمعني دوري المحترفين. اسمعني بس هتختلف شويه. هتختلف تماما. ممكن ما ينجحش في دوري المحترفين صحيح. كمان بس اللي انا عايز اقوله لك ايه، وانا لما اجي اجيبك اكيد جايبك عشان تقعد، عشان تقعدني تعمل تجربه انك تقعدني صح. ولكن الفكره الثانيه لو ما قعدتش تبدا معايا في الدرجه الثانيه. ده موضوع. ما انا بقول لك ده موضوع. لكن انا بكلمك في العكس. ده اللي انا بقوله لك العكس. ماشي. في الطبيعي لا. في الطبيعي لا. افضل جاد لحد ما تخلص صح. احتمال تصعد. احتمال. يعني انت بتتكلم على المقاولين العرب في ماتشين فعلا. فرق. ايوه في فرق. وست بونت. ست بس لازم تكسب. اوكي أيوة كابتن. بس يبقى في وقت. يبقى عندك عدد من المباريات. مش لازم فهم. تكسب حتى الماتشين. ممكن تكسب ماتش واحد. لو كسبت يا كابتن الماتشين تبقى ايكوال في البوينتس مع 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 فاركو اللي هو دلوقتي ايه في يا المنطقه بلال. مش الامان يعني بالزبط. اللي هو المفترض لو في نزول دلوقتي مش هينزل يا بلال. المقصود بايه؟ انت لو عرفت تكسب الماتشين اوكي، بس الماتشين المؤجلين ليك بالنسبه لفاركو وفرق 6 نقط، لو كسبت حتى ماتش واحد فيهم بس وصلت النقطه 23 وهو 26 ولسه 7 ماتشات، انت دخلت خلاص في الصراع بتاع النقاط. يبقى في 5 لسه. لا هيبقى 5 هتبقى دخلت في الصراع. ايوه صح. ما عشان كده بقول لك يا كابتن ايه، امتى المدرب بيوافق وامتى بيرفض يقول لك لا ما اقدرش اجي امسك الفرقه دي. فاهم قصدي؟ لما يبقى عندي كواليتي وفي امكانيه انك تقعد. فاهم قصدي؟ مش شبه معجزه يعني. يبقى في امكانيه انك تقعد والكواليتي بتاعت اللعيبه ممكن هيجي منهم. هيجي منهم تمام. يقدروا نقاتل تمام حتى لو بنسبه 20-30%. في مدربين يا بلال ممكن يكون بعيد عن الصوره فيقول لك انا اشتغل ناس تشوفني وانا شغال في الدوري الممتاز الف. ما انا قلت تجي لي. ما انا قلت كده جايز. ممكن تجي لي فرقه في الدرجه صح. قلت كده. الاقل صح. احسن صح. كده قلت. ما انا قلت ايه الا لو مدرب عايز يبقى عنده سي في في الدوري الممتاز. ده موضوع تاني كده كمان. عن مصر مرازيق فالفرق طبعا. بس انا بتكلم عامه حتى لو فكابتن ايمن فرق طبعا كواليتي جدا ما بين الاهلي والبلديه. المباراه يعني وان سايد جيم من اول المباراه لنهايتها داخليه. انا مش عارف ايه الموضوع البلديه. مش عارف ثلاث مرات من الصبح ده 10 مرات هما نفس ال ونفس على نفس ال ونفس الترتيب ده الاخير وده قبل الاخير. فالموضوع يعني واضح. الفروقات واضحه. وخد بالك لما بتلعب كره سهله بس خد بالك انت النهارده ايه مفيش التحامات قويه، مفيش الدخول الجامد، مفيش العصبيه من لعيبه النادي الاهلي. بتلعب كره هاديه وسلسه، بتحضر كويس، بتلعب على طرفين الملعب كويس، اوقات كتير جدا بتغير طريقه اللعب وبتلعب من جوه الملعب دبل باس كتير. او شوط الجول كتير. فالنهارده انت بتلعب كره حلوه تمام. كره النادي الاهلي اللي احنا كنا بندور عليها بقى لنا زمن، واحنا اتكلمنا قلنا ايه تكسب في بعض الاوقات هتجي لك وقت هتلعب الكره اللي انت عايزها. النهارده الاهلي يعني بيفنن في الاهداف وبرضه بيفنن في تضييع الاهداف. صحيح كابتن شريف. النهارده شفنا حلول هجوميه كتير للنادي الاهلي
يعني احيانا كنا بنقول ايه العرضيات قليله النهارده شويه، لا النهارده العرضيات كانت كتير. شفنا تصويب على المرمى، شفنا تصويب على المرمى، شفنا انفراد، شفنا انفراد، كل حاجه النهارده تعددت. يعني الحلول الهجوميه كانت كتير، تعددت الحلول الهجوميه. انت قلت لي احنا امتاع واهداف مباراه نموذجيه بالنسبه للنادي الاهلي كنا بنبحث عنها بقالنا فتره. كويس. انت عمرك الفتره اللي فيها الضغوطات دي اللي هي كل 48 ساعه ماتش دي يا ايمن، انك انت تبقى عندك جرانتي. تمام. يعني الماتش الجاي مع فرقه انت كسبانها 4 ما عندكش جرانتي. تمام. الجرانتي فين؟ في الشكل اللي انت شفته النهارده. الجرانتي فين؟ في اللعيبه نفسها ورغبتها انها تكون في الملعب بقى. بالرغم ان انت لاعب ماتش من 48 ساعه. اللعيبه هي صاحبه الدنيا كلها. النهارده راجل عامل حاجه يا ريت يعملها كل مره. اللي هي ايه؟ التشكيل. البدايه عمل توازن في كل حاجه، لعب بالاساسيات بتاعته كلها كويس، لعب محمد هاني وكريم فؤاد اهو في الناحيه الشمال، وعبد المنعم وربيعه وامام عاشور ومروان عطيه وعمرو السليه وعبد القادر وسام وحسين الشحات. ايه الفرقه دي؟ عايز ايه احلى من كده انت؟ ما دي النتيجه اللي لازم تطلع كده. انما انت تيجي في كل مره، فاكر انت الفرقه اللي كانت بتتحط، تلاقي في كل عمود فقري عندك واحد جديد، مره مودست كويس، مره طاهر جاي من بعيد، بعيد جدا، مره حد جاي من اصابه زي رضا سليم كويس. الدنيا التدوير اللي احنا بنتكلم فيه والبحث عن انك انت توقف اللعيبه كلها على رجلك، قلنا دايما عندنا مقوله كلنا، هل انتوا معايا ولا لا؟ اكسب وبعدين اعمل اللي انت عايزه، العب بالمستوى الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه. يعني النهارده عندي لعيبه كتير مصابه وبعيده، بيرسي تاو النهارده رجع كويس، وهنديله شويه في ماتش بعد كده هبتدي بيه اساسي في قدام بيراميدز مثلا، صعبه شويه ايمن صح؟ ناس رجليها في الملعب زي حسين الشحات والراجل النهارده عبد القادر ده وطاهر محمد طاهر مكسرين الدنيا ومكسرين البتاع وعندهم من الحماس بس ان هم يلعبوا كولر. انا بتكلم في نقطه واحده، العب بالمستوى الاول بتاعك هيوفر لك اللي انت شفته النهارده ده. هتعمل اي حاجه في الخطوط كويس. الماتش اللي فات بقى احنا ما كانش عندنا جارانتي في اي حاجه. طيب وكسبت كان عندنا 3 اهداف وبدات كويس قوي الشوط الاول وخلصت الماتش بدري كويس. طيب كان بايه؟ برغبه اللعيبه في الدخول خط ال 18، الروح ما كانش فيها اسماء بقى. طب ما ده المفروض كل ماتش. ايوه بس انا اعتقد المباراه دي يا كابتن فيها تحضير دي؟ النهارده التشكيل. انت حد فينا نطق بلا يعني في التشكيل؟ لما لا. شفنا التشكيل قلنا نموذجي. اقصد اقول في تحضير للماتش اللي بعد الجاي. انت بتبص للماتش اللي جاي يعني قصدك. لا هو كل يوم بس هو مستر كولر ليه فلسفه خاصه في حته التغييرات والتبديلات. يعني زي ما قال الكابتن شريف مثلا الماتش اللي فات ما عدى الماتش الجاي ممكن يكون في الدنيا فيها ايه. آه. ما تعرفش دي، ما هو ماشي كده وما اعرفش ايه، وهو بيراقب كل اللعيبه وبيشوف البدني بتاعهم شغال عامل ازاي والكلام ده. فهل يرجع للمقوله بتاعت انا العب بحسين الشحات ولا بتاعتك انت؟ انا مش هيرجع. لا بالمفهوم بتاعي يعني بالمفهوم انا ان انا العب بحسين الشحات و عايز يكسب في الاول يعني. اللي هم الفرقه اللي عندها كوره اللي بيلعبوا مع بعض كوره وعندهم سرعات وعندهم كده. لما تيجي تلعب مين؟ لا ده في العموم. اي فرقه في العموم. في العموم. فهو الماتش الجاي اللي انا بقول لك استحاله هيلعب بالفرقه دي. الماتش الجاي طلع على الجيش. مش هيلعب بالفرقه، الفرقه اللي هو معدي عليها ب4-0 دي وفرقه. لا مش شرط يا كابتن، ما برضه خلي بالك ما تريحش قوي. ايمن مش هتريح، هو هيشيل على 8، مش هيشيل 8. كويس؟ هو لغايه لما يكسب الماتش هيدي الفرصة الكبيرة تاني للعيبة التانية اللي هو عايز يشوفها بقى الماتش اللي بعده بإذن الله. فممكن مش هتلاقي إمام عاشور مثلا في أول الماتش الجاي، ممكن جدا ممكن ما تلاقيش حسين الشحات كويس، يرجع رضا سليم تاني يخش ريبليسمنت فهمتني، يفضل يخلي عبد القادر دخل طاهر محمد طاهر تاني. إنما اللعيبة موجود أسامة أبو علي ده اللي إحنا عارفين اللي هو ده السترايكر الوحيد اللي معاك دلوقتي، ما عندكش حد تاني. نص الملعب عنده 300 واحد، اي كومبينيشن هيحطه منه وتلاقي ديانج بيبتدي الماتش الجاي، وده يمكن انا شايف ان ده قريب قوي جدا انه يبتدي بديانج، ولازم يبتدي بديانج. الاقي انه بيلعب بقفشه ولازم يلعب بقفشه
كويس. عنده فرصه كبيره قوي المباراه الجايه ان هو، انا بتكلم عليك انت يا بلال على التصور بتاعه، الفكر الفكر اللي هو بيحضره. ايوه عشان الماتش الكبير اللي هو ماتش الدوري، ماتش بيراميدز ده بسته بونت. أيوة. يعدي عليهم بسته بونت. أيوة. على طول. فهو ده بس. هو ده بس الشكل اللي النهارده ده اداك جارانتي، وهو هو حاسس دلوقتي واحنا حاسين بمعنى فوز النهارده وشكل الملعب شكله ايه. عايز تطلع مستر لا بس كنت هعقب على الكلام. طبعا طبعا هي دي المفروض او البدايات اللي هي للنادي الاهلي مع جميع الفرق. يمكن كابتننا اتكلموا فيه ان المستر كولر ليه فلسفه خاصه، ممكن من ماتش النهارده بيحضر لماتش بيراميدز، هنتكلم عليها بتعمق اكتر طبعا، بس هنروح لفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار بعد الفاصل. انتظرونا. ولكن الان بنرحب بزميل العزيز محمد الباز عشان يكلمنا عن ارقام مباراه اليوم. الف مبروك يا محمد، وايه الاخبار عندك؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. طبعا الف مبروك. ارقام يعني فرق شاسع. صحيح، احنا شفنا الارقام مع بعض قبل المباراه، والارقام كانت بتدينا دايما انديكيتورز او تنبؤات ومؤشرات ان لا الاهلي عنده فرصه كبيره جدا طبقا للارقام وتحليل الارقام حتى الخصم الداخليه ان هو يعمل سكور كبير جدا. ايوه زي ما حضرتك قلت 11 فوز على التوالي. تعال نفصل شويه في ال 11 فوز فيهم 28 هدف للنادي الاهلي. استقبل سبعه. احنا دايما مش راضيين على الهدف اللي بيجي كده يعني في الاستقبالات، لان احنا كنا بنشتغل على نزود الكلين شيت. كنا سته ستيل، هنفضل يعني لحد دلوقتي سته برضو في عدد المباريات اللي لعبناهم. كنا نتمنى طبعا نزود الكلين شيت، ولكن غير كده لا، ارقام كلها ايجابيه جدا. وجود النادي الاهلي في التلت الاخير عند الخصم، التمريرات ولمسات الكره داخل منطقه الجزاء، الارقام بتدلل. النهارده هنستعرضها مع بعض ونحللها، حتى شفناها قبل المباراه ان الاهلي فريق خصم قوي جدا لاي فريق، لاي منافس او اي مقابل او اي فريق هيواجه النادي الاهلي يا كابتن ايمن، ان الارقام ارقام مرعبه، ارقام فعلا مرعبه. بغض النظر احنا دايما بنقول الله الخصم ده، الخصم ده بارقامه يبدو ان هو عنده مشاكل كبيره على المستوى ناحيه الدفاع او ناحيه الناحيه الهجوميه، ولكن طبعا احنا عارفين بالضغوطات اللي فيها النادي الاهلي اي خصم قصاده بيحاول ان هو يلعب بطريقه مختلفه. شفنا الداخليه في الماتش اللي فات يا كابتن، واستعرضنا الاحصائيات وارقام المباراه الاخيره، كان شكلها مختلف غير الارقام اللي احنا اتكلمنا عليها. النهارده بالارقام بقى شويه الشوط الاولاني مختلف. الشوط الاولاني انتهى باستحواذ الاهلي 73% مقابل 27%. انا عايز اقف بس على عدد التمريرات للداخليه في الشوط الاول، 63 تمريره فقط، ونصهم اصلا باك باسس لورا، ما فيهاش باصات اصلا لقدام نهائي. الاهلي في الشوط الاولاني 234 تمريره صحيح. تعال بص يا كابتن، بعد نهايه المباراه 4-1 استحواذ، انتهى المباراه 67% مقابل 33%. تعال بقى نشوف الناحيه الهجوميه النهارده، 11 ركنيه للنادي الاهلي مقابل ركنيتين للداخليه. المحاولات والتسديدات على المرمى كابتن ايمن النهارده 31 تسديده للنادي الاهلي، منهم 10 على الثلاث خشبات، الدقه 32%. الناحيه الثانيه الداخليه خمس يعني عنده تسديدتين فقط، واحده منهم على الثلاث خشبات بدقه 50%. يعني في يعني بص التسديدات 31 مقابل تسديدتين فقط. الفرص بشكل عام الاهلي النهارده بالتمريرات المفتاحيه الغزيره اللي شفناها خاصه من حسين الشحات، وهنستعرض الرقم ده مع بعض في صناعته للفرص بشكل عام او التمريرات المفتاحيه، الاهلي 22 فرصه منهم 6 فرص محققين. ست فرص محققين النهارده. الناحيه الثانيه عند الداخليه صنع 3 فرص بشكل عام، يعني النسبه حتى مش واصله اللي هي فرصه محققه، مفيش زيرو، لان الاكس جي عندهم حتى مش مكمل هدف. يعني بنتكلم النادي الاهلي قد يصل لسبع اهداف النهارده يا كابتن ايمن، 7 اهداف محققين النهارده. بالنسبه بقى للتمريرات زي ما قلنا لحضرتك ان الداخليه فريق النهارده 206 تمريره صحيحه باجمالي الشوطين، الدقه بتاعتهم 76% من اجمالي 272 تمريره. زي ما قلنا 60% او 65% من عدد تمريرات فريق الداخليه النهارده عباره عن تمريرات للخلف، ما فيش حتى اي شكل للبيلد اب او البروجريشن او التدرج لقدام. شفنا معظم التمريرات ديت معظمها طبعا زي ما قلنا تصل ل 65% باك باسس. النادي الاهلي 478 تمريره صحيحه من 553 تمريره بشكل عام،
86% الدقه بتاعتهم. التمريرات بقى الطوليه يا كابتن النهارده 31 للاهلي منهم 20 بشكل صحيح بدقه 65%. الناحيه الثانيه الداخليه عمل 40 تمريره طوليه. زي ما قلنا حضرتك ال 40 تمريره طوليه هتلاقي مساهم فيهم حارس المرمى بشكل كبير. مزبوط. سواء ضربه المرمى او الكرات اللي بترجع له من الباك باسس وهو يشوطها يعني تحسب تمريره طوليه ان هو بيعلقها كلونج بول يعني. تمام. تعال نبص بقى على الناحيه الهجوميه يا كابتن ايمن، تمريرات في الثلث الاخير علشان نفصل بقى الشكل الهجومي عند النادي الاهلي، 218 تمريره في الثلث الاخير منهم 168 تمريره بشكل صحيح بدقه 77%. الداخليه عموما لما وصل عند الثلث الاخير في النادي الاهلي 54 تمريره فقط، 20 منهم بشكل صحيح، ولكن ما شفناش منهم اي خطور، لان ده هيترجم معانا في العرضيات والركنيات اللي شفناها. دخول بقى الثلث الاخير او الهجمات بشكل عام في الثلث الاخير، تعال نبص الفرقتين، الاهلي ان هو دخل النهارده الثلث الاخير بشكل هجمات على مرمى او الثلث الدفاعي يعني عند الداخليه 88 هجمه. لو احنا هنوزعهم بقى يا كابتن، تعال نبص ده يعني ارقام مرعبه، يعني كل دقيقه في اللي عند المرمى. مظبوط. وده الحقيقه، ده احنا اللي شفناه النهارده. ايوه احنا كان احنا بنتكلم على الفرص، يعني احنا شفنا الفرص مع بعض 12 فرصه ضايع. 6 7 منهم محققين بشكل يعني تترجم اهداف، والاكس جي النهارده بيقول لك من واقع الكواليتي التسديدات دي او الهجمات دي كان نوصل لسبع اهداف مش بس الثلاثه. ف 88 هجمه اللي انت دخلت بيهم الممرات، لو احنا بقى وزعناهم تعالى نحللهم فين بالظبط في الخمس ممرات الاماميه عند الداخليه، نتكلم حتى في الممر الايسر والممر الايسر الداخلي او الهاف سبيس، في 20 بس دخول للاهلي او 20 هجمه من الحته، 10 من الشمال الجانب الايسر، 10 من الجانب الايسر الداخلي. العمق النهارده بقى كان فيه 15 هجمه، 15 حتى دخول او باصه او هجمه من العمق. انت بتتكلم وفريق الداخليه بيلعب باسلوب دفاعي كمان. ما ده اللي احنا عرضناه يا كابتن بالظبط في البدايه قبل المباراه، 5-4-1، 5 مرصوصين بياكن بيتضربوا في العمق في الهاف سبيس بشكل سهل جدا او حتى بالاختراق من الاطراف، وده شفناه في الاربع ماتشات الاخيره لما حللنا فريق الداخليه بالارقام حتى. فالنهارده ناحيه اليمين بقى كان في 10 هجمات منهم 24 من الجانب الايمن الداخلي فقط، وده بقى اللي احنا شفناه، لان النهارده امام عاشور مع حسين الشحات لا كانوا عاملين جبهه، وحسين الشحات النهارده هنستعرض ارقامه مع بعض، عنده رقم مرعب جدا، رقم مرعب يعني بالجانب الاثنين اسيست او التمريرات الحاسمه عنده رقم يعني هنتكلم عليه. فده الشكل الهجومي النهارده وبتحليل التمريرات ديت كانت فين بالظبط في المباراه. تعال نشوف الكروسات، عندهم 7 عرضيات فقط، واحدة منهم بس اللي هي بشكل صحيح، نسبة ضئيلة جدا بدقة 14%. فريق ما كانش عنده أي شكل يعني من ناحية العرضيات، ناحية الركنيات، ناحية وجوده حتى في الثلث الأخير أو نص الملعب، ما فيش حتى الاستحواذ تمريرات حتى ما كانتش ظاهرة. نادي الأهلي 27 كروس منهم 10 بشكل صحيح بدقة 37%. كسب الثنائيات يعني بنتكلم على أرقام متقاربة، ولكن الدقة دايما للأفضل للنادي الأهلي 62% مقابل 38% للداخلية. دي كده الشكل العام للارقام المباراه النهارده كابتن ايمن، وبالاخص الناحيه الهجوميه عند الاهلي والغزاره الهجوميه بكل اشكالها، سواء صناعه الفرص، كورسات، الركنيات اللي استعرضناها، التمريرات كلها ايجابيه، يعني كان ينقصها بعض الفينشنج بشكل عام، كانت نوصل للاكسجيل المتوقع كان 7 اهداف محققين. نبص بقى على افضل ارقام النهارده، افضل ارقام النهارده طبعا كان امام عاشور وهو حصل على رجل المباراة، وكمان حسين الشحات، لأن حسين الشحات عنده رقمين النهاردة بقى، ادوله الاتنين واخدين يا كابتن تقييم فوق التسعة، يعني 9.1 و9.2، الاتنين تقييمات عالية جدا. إمام 90 دقيقة جاب جونين، لمس الكورة 87 مرة، عمل تمريرات 66 تمريرة منهم 55 بشكل صحيح بدقة 83%. لمس الكرة يا كابتن، انا عايز بس اوضح مع الكباتن حاجه، الراجل ده لمس الكرة النهارده 87 مره في 90 دقيقه، يعني انت لو كل دقيقه هيبقى يكون موجود فيها لمس الكرة تقريبا. صح. فوجوده بشكل عام امام النهارده، انا بقى عندي رقم مفاجاه جدا لامام في التسديدات، عمل طبعا تمريرات مفتاحيه 2 كرات الطوليه ساهم فيها اللونج بولز بشكل صحيح، عمل 5 منهم 3 تم استغمالهم بشكل صحيح ووصلوا للعب. نكمل بقى بسرعه علشان نتكمل على التسديدات، امام عمل 9 تسديدات النهارده،
احنا شفنا تسديدات كتيره لامام، يعني كان بيشوط كتير جدا منهم 5 على 3 خشبات وساهم في الناحيه الدفاعيه حتى كسب الثنائيه وخد رجل المباراه. بالظبط، حصل على رجل المباراه، يعني عنده هدفين وعنده ارقام يعني كبيره، حتى صنع فرصه محققه واحده النهارده، تمريرات مفتاحيه. انت قلت اللي قرب منه تقريبا حسين الشحات على طول، اللي هم الاثنين فوق 9 من 10 في اعلى تقييمات. حسين بقى 71 دقيقه عمل 2 اسيست، لمس الكره 56 مره. ممكن يكون معدلات لمس الكره النهارده مش عالي عند حسين مقارنه بامام او بقيه اللاعبين، ولكن الايجابيه يعني تخيل اللي بعدهم في الارقام كان وسام. ولكن اقل حاجه عند وسام هو لمس الكره النهارده، لمس الكره النهارده 22 مره، يعني ما كانش فيه لمسات كتيره ليه او تواجده مع الكره. عمل تمريرات النهارده بدقه 85% حسين الشحات، تمريرات المفتاحيه النهارده 9، ده رقم كبير جدا ساهم فيه في وجود ده. بقى لو نفتكر مع بعض لما كنا بنتكلم على دخول الثلث الاخير والهجمات منين، وشفنا ناحيه اليمين والهاف سبيس لمين كانت اكتر هجمات عند النادي الاهلي، ساهم فيها طبعا حسين الشحات بشكل كبير جدا. عمل عرضيات النهارده 7 منهم 3 بشكل صحيح، ارقام كلها ايجابيه لحسين. لو نكمل سريعا عشان الوقت، التمريرات الطوليه 3 منهم 3 بشكل صحيح، وصنع فرص محققه زي ما قلنا 2، وكسب ثنائيات حتى اي ثنائيات كان بيلتحم فيها 4 كسب منهم 3. اخيرا بندلل باب الارقام ديت وشكل الوجود النادي الاهلي في الثلث الهجومي، قلنا الاختراقات من العمق للنادي الاهلي 4 مباريات على التوالي يا كابتن، في تطور كبير جدا في تنوع في الفرص. قلنا لحضرتك كنا بنشرح مع بعض بالحالات ان فريق الداخليه من اهم نقاط الضعف عنده هو الاختراقات من العمق. هنستعرض بس هو العنوان اللي دايما بسيبه بقى مع حضراتكم بالتحليل الفني والتفاصيل، العنوان اللي هو ازاي النادي الاهلي النهارده اخترق من العمق وكان ممكن يستغل كل الفرص دي اللي هي تترجم اهداف، اللي هي الارقام اللي احنا شفناها. لو هنستعرض الحالات مع بعض بدايه حتى من الدقيقه الاولى ومن الدقيقه الثانيه، كان في التوجه بشكل عام، دارسين الخصم بشكل كويس جدا. الكور يا كابتن يعني هنا من امام، هنا كان لو نقف بقى بنرجع من الاول، انا قصدي من عنده نزول هنا طبعا زي ما قلنا حسام الشحات اهوت والتمريرات هنا بقى هنا، بس نقف هنا كان في عنده فرصه كبيره جدا، هو استعجل فيها طبعا وساه انه كان يبقى في تحرك هناك برضو ناحيه شمال او هنا، يعني هو الراجل على عادته هنا الباصه ديت عملت طبعا ده ميس باص، بس كان ممكن يلعبها بشكل افضل في العمق وكان يبقى فيه يعني هو الافضل كان يطلع محمد هاني او محمد هاني، يعني كان في اكتر من حل كابتن شريف، اكتر من اوبشن او السوليه سقط والسوليه يعني محمد هاني الدنيا فري ازاي مظبوط مظبوط. ده كانت في الدقيقه الاولى كابتن شريف كباتن يعني بنتكلم فيها نفس الكلام. تعال بقى نتكلم بقى، شوف الاوفرلابنج اللي اتلعبت الفرصه ديت شفناها النهارده كابتن ايمن، شفناها مع بعض في الماتشات ال4 ماتشات للداخليه تمام، كلها ترجمت لاهداف تقريبا. فده العنوان اللي بتكلم مع حضراتكم فيه اللي بيترجم الارقام. احنا بنقول الاختراقات والهجمات كانت من ناحيه اليمين اكتر، والهاف سبيس للناحيه الجانب الايمن الداخلي. فبالتالي هي دي بقى، هي دي اللي انا عايز اعرضها لحضراتكم ترجمه للارقام اللي شفناها مع الفرص. نفس الكلام اوفرلابنج برضو، يعني برضو كان فرصه خطيره جدا طبعا تدخل فيها اللاعب. شوف بتكرر اوفرلابنج او اختراق بلونج بول تشيبنج تحط جوه ال 18 في العمق بتشكل خطوره. انا اعتقد ان حتى يعني الهجمات متعددة سواء من الاطراف او من القلب، وكلها كانت تشكل خطوره على مرمى الداخليه بكل تاكيد فعلا. والارقام قالت لنا ان من الهاف سبيس او الاختراقات في العمق كتيره ومعظمها خطيره بالشكل حتى الفرصه الاخيره دي. نفس الكلام هنا دبل باسس اللي دايما يا كابتن عادل اتكلمنا عليها اخر ماتش، الباصات بقى هي دي هنا بقى يعني لو نقف بقى لو نرجع اخر حاجه عشان يعني نختم مع حضراتكم. يعني امام كان هنا برضه كابتن شريف اكتر بس نقف بس شوفها، يعني هو حتى عينين ما كانتش، يعني في اكتر من اوبشن للاختراق باصه كده سريعه. حسين ده الناحيه الثانيه خالص اعتقد حسين لا مروان وسام الناحيه الثانيه حسين اربع لكريم هنجيب اللقطات دي وسام اسهل ده العنوان اللي كنا بنربطه بس بالارقام والهجمات كانت منين ودخول الثلث الاخير عند الداخليه ونقاط الضعف عندهم اللي كان ممكن. شوف كل الفرص اللي عرضناها ده يا كابتن ايمن للاسف ضاعت، استعجال فينيشنج وكل مظبوط. مره ثانيه مبروك وكل التوفيق للنادي الاهلي، مباراتين الجايين هما وجهه نظر يعني الحاسمين في باقي المسابقه يعني او مشوار الدوري بكل ان شاء الله. كل التوفيق نادي الاهلي. شكرا يا كابتن. كل التوفيق ان شاء الله. شاكرين جدا. شكرا يا كابتن. طيب كابتن عادل، يمكن الارقام كنت هتسالني سؤال وقلت لي عليه هسالك الارقام بتعكس تفوق النادي الاهلي النهارده، بس خليني اسالك على سؤال معين اتقال لمستر كولر في المؤتمر. ايوه هو قال
بما معناه يعني ان اللعيب عندي اللي بيبقى جاهز دايما للمباراه واللي بيأدي في التمرين بصوره كويسه. تمام. طيب السؤال هنا، طيب انا لعيب ومؤثر عندي كويس وفي المباريات ماشي كويس، بس هو شويه كده في التمرين بعض الشيء، يعني اقول لك حاجه كابتن نايف، لا اقول احنا في الفتره دي ما فيش تدريب. انا خلينا نبقى منطقيين يعني، اصله هديك تدريب ايه؟ انا بلعب كل يومين ماتش، هديك حمل عشان ابينك انك كويس في التمرين ولا وحش في التمرين؟ يعني بمعنى ايه؟ خلينا نتكلم بمنطقيه يعني. ماشي. انا اعرف ان انت بتتمرن كويس ولا ما بتعرفش تتمرن كويس من ايه؟ من تدريبات اللياقه البدنيه. قول لي ليه؟ ان كلنا كمدربين او كنا لاعبين كلنا، المدرب لما بيشوف اللعيب التكاسل بيبقى بس في التدريبات البدنيه. ما فيش لعيب كره بيتكاسل في الـ في الـ في المباراه، في التقسيمات وفي الشوتينج وفي الحاجات دي. ممكن تكون ادائك مش كويس لكن ما تحاسبش، ما تحاسبنيش عليه، هو مش مركز. لا ومش مش مركز يا كابتن شريف، هو الـ الـ التحضير البدني هو اللي بيتقل. لكن الفتره دي ما فيهاش تحضير بدني يعني. هو كلمه مستر كولر، احيانا المدرب يعني ليه وجهات نظره. يعني انا اسالك سؤال دلوقتي، لو نجم المباراه النهارده امام عاشور مثلا، لو كسل امام عاشور في التمرين بكره والماتش بعد بكره، ما احنا بنلعب كل يومين. انت بتسالني السؤال اللي انا سالته لك؟ او كل ثلاث ايام. هل انا ما يكسل ايه اذا كان؟ لا لا عادل، انا هيكسل ايه اذا كان عنده استشفاء؟ اهو امام عاشور معانا على الشاشه. امام عاشور رجل المباراه صح، ده لو كسل في الماتش في اليومين التدريب مش هلعبه الماتش الجاي؟ هلعبه الماتش الجاي. وزي ما انت قلت هو اصلا في تدريب يعني، أيوة هو اصلا مفيش احمال يعني. لا لا، وحتى لو في تدريب يعني استشفاء تدريب يا جماعه ليه اللي ما لعبوش المباراه؟ كابتن ايمن، اي كابتن ايمن، التدريب ها في لعيبه بتاعه مباريات ولعيبه بتاعه تدريب. ايوه. الحاجه اهم نقطه فالمدير الفني يكتشف دي عارف في اللاعبين، كل لعبته يكتشف دي في اللاعبين. بمعنى لو انت اضطريت انك تديني كل اللي عندك في التدريب مش تديني حاجه في المباراه. احيانا انا بقلل من التدريب كتير قوي عشان تديني في المباراه، وانت في التلت الاخير من السنه، التلت والماتشات مضغوطه كمان. كابتن ايمن، الدوري 3-3 او الموسم 3-3، التلت اولاني بتاع تحضير ولياقه بدنيه وتعليه، التلت التاني بتاع الحفاظ، التلت التالت بتاع النزول بالحمل، يبقى مفيش تدريب بتفنش مسابقه وبفنش مسابقه. فافتكر يعني يمكن هو بيقصد بيها افراد معينين. طيب. او لاعبين معينين. كابتن بلال، يمكن الباز اتكلم عن رقمين النهارده، حسين الشحات وامام عاشور. امام عاشور رجل مباراه. خليني اكلمك على مهاجم الاهلي وسام ابو علي. وسام ابو علي ساعه ما جه لحد النهارده 10 مباريات 7 اهداف وصنع 4. وسام لعيب جيد وعنده قدرات وامكانيات اللعيب، او عنده قدرات وامكانيات راس الحربه اللي ممكن ينفع النادي الاهلي. تمام تمام. النادي الاهلي محتاج ايه؟ او راس الحربه في النادي الاهلي محتاج ايه؟ خلينا نقولها من حته من الزاويه الثانيه. راس الحربة في النادي الأهلي محتاج إيه؟ محتاج كرات عرضية، محتاج في بعض الأوقات لونج بولز، محتاج في بعض الأوقات الحاجات الدبل باس أو الوان تو. تمام. هو عنده المميزات اللي تخليه يتعامل مع كل الحاجات اللي من نص الملعب دي. الحاجات اللي محتاجها راس أي راس حربة في العالم كويس. محتاج كده. تمام. في النادي الأهلي عندك كل الإمكانيات دي، عندك كل القدرات دي. يعني مثلا أدي كرة بالعرض تسجل هدف وأنت مستريح جدا جدا جدا. بوزيشن بالظبط. انت يا كابتن بس فقط ان تجيد التحرك. خد بالك في بعض، خد بالك في بعض المباريات، مش في كل المباريات، لان في ماتشات بيبقى التعويل عليك انت. تمام. الشغل عليك انت. صح. تمام. في ماتشات بتبقى انت اللي محتاج كويس. اللي محتاج انك انت يعني تشيل الفرقه. تمام. عايز تقول حاجه؟ عايز لا لا، انا بتكلم على هات لي الكورتين دول تاني معلش. بس انا كنت هكلمك على التحركات حل. اللي انت بتتكلم عليها بتاعت اسامه ابو علي داخل الصندوق. حلو.
دي ميزه من الميزات اللي انت اتكلمت فيها. ده بص ده تحرك طبيعي. تمام. تمام؟ يعني ده ما فيهوش لراس الحربة. ده ما فيهوش فلسفه، ده تحرك طبيعي لراس حرب. تمام. تمام؟ يعني ده تحرك طبيعي لراس حرب. تمام. تمام؟ يعني تمام. اي راس حربه جيد هيتحرم، وفي راس حربه ثانيه يقوم قطع على الزاويه القريبه قوي قوي يعني متخلف شويه يعني قفلها عليه. يبقى بالظبط، يبقى قفل زاويه التمرير وقفل على نفسه كمان بالظبط التصرف. الجول كله يا بلال بس في تحرك حلو منه يا بلال قوي اللي هو ما انا بقول نزل على القريبه ده تحرك بيقول تحرك راس وبعدين رجع ثاني. انا بقول لك ده تحرك راس حرب. تمام. الكره سرعتها حلوه، حط رجله جت جول، يعني جول يعني ما فيهوش فلسفه، جول سهل، بس هي الفكره كلها في ان هو تحرك راس الحرب. الكره اللي ضيعها تحرك راس حرب. تمام؟ بس الفكره بص يعني دي خلاص دي سهل، ده جول خلاص، ده احسنت لعيبه جامده جدا. يعني اي حد في يعني مكمل هيجيبها جول. حتى لو راس الحرب ما جيش ممكن يجيبها. محمد هاني لكن الفكره الثانيه يا كابتن ايمن، بتيجي ماتشات بتبقى انت محتاج راس الحرب بقى. تبقى محتاج راس الحربه اللي هو اللي بيتحرك كويس، اللي بيستخلص كويس، اللي بيصنع لنفسه فرص. انت في الاهلي 90% من الماتشات بيتصنع لك فرص. تمام. بيتخلق لك فرص. تمام. انما في ماتشات بس انت بتستغلها الماتشات. طبعا، ما هو خد بالك، ما انت مش هتبقى راس حربه في النادي الاهلي غير لو استغلت الفرص. تمام. يعني مش هتبقى مميز، يعني مش هتبقى مميز غير لو استغلت الفرص اللي بتجيلك. لكن في ماتشات اللعيبه بتبقى محتاجه تعول على راس الحربه ان هو يصنع الفرصه يا كابتن، يعني يخلق الفرصه دي. يعني دي انا رايي دي اسهل من التاني. طب ضيعني انا ابص عليه من وجهه نظري. هات الكوره معلش، شوفها تاني كده وقول لي. تمام. خد بالك نفس بس هو فتح رجله قوي ليه كده؟ بص يا كابتن، الحاجات دي بالظبط، الحاجات دي اتعودنا عشان الكوره تخش الجول. كان زمان يقولوا لنا تحطها في الزاويه العكسيه عشان لو قلشت تروح في الزاويه القريبه، لو قلشت تروح في الزاويه القريبه. مظبوط. وهو كمان خد بالك مطوح رجله. ففتح فتح يعني لا يعني عارف انت يا كابتن، واخد رجله كده بزياده فغصب عنه ممكن يعني. دي خد بالك صعوبتها في انك مطوحت رجلك كده. انت ممكن تحط تدخل تكتم مع الكوره تتسجل هدف سهل، ولكن هو صنع لنفسه برده نفس البوزيشن اللي بيخليه يقدر يحرز. بس انا هقول لك على حاجه يا كابتن شريف، بمناسبه صناعه الـ التحرك او التحرك الجاي. لما بتبقى بتلعب راس حربه وحيد او واحد، بتبقى الزاويه البعيده هي الاقرب للتحرك النموذج بالنسبه لراس الحرب. لما بتلعب راس حربه واحد تمام. لما بتلعبوا اثنين راسين حربه الامور بتختلف. لما يبقى في شغل ما بينك وما بين الوينج تمام، بيبقى برضو بتقدر تتحرك على الزاويه القريبه وعلى الزاويه البعيده. بس انت بتتكلم لو انت بتلعب لوحدك كراس حرب. راس حرب لو لا يا كابتن، لا انا دايما بص يا كابتن، انا الانطلاقه بتاعتي لازم تيجي من بعيد. ليه؟ من الزاويه البعيد الانطلاقه بتاعتي. خد بالك ممكن استمر. هقول لك ليه. اتفضل. انت بتلعب ثلاثه، حلو، طرف يمين طرف شمال، صحيح، انت لازم تاخد القريبه. لا بص يا كابتن استنى بس، قول لي ليه. هقول لك فكرتي. اتفضل. الهجمه ناحيه اليمين، حلو تمام، هل اللي هو جاي من الطرف الشمال عشان يبقى راس حربة الثاني حلو هيجي لك هو على القريبه؟ لا انت اللي هتروح على القريبه. انا هقول لك هو عادل. استنى بعد اذنك يا بلال. هو اللي جاي من لو انا بلعبها من اليمين والجناح ده جاي من الشمال، ما بيفضلش هو فاتح قوي كده، هو انت ناحيه مين، هو بيقرب اساسا، فممكن يروح ياخد القريبه. لا يعديني. يعديك. لا ممكن، ممكن يعديك وانت تعكس في بعض الحالات. مسافه كبيره. لا مش كل مره عادل، مش كل مره عادل هيقطع على القريبه، لكن في وقت هيقطع على القريبه وفي وقت هيقطع على البعيده. البعيده مظبوط. انا بس يعني فضل. انا اسف بس ماشي. لو عدت الكره دي لو عدت الكره اللي فاتت دي هتشوف انا قصدي وسام. الكره اللي فاتت على طول دي على طول دي. طب ممكن تجيب لنا الكره دي تاني بتاعت وسام اللي اتلعبت بالعرض دي؟ بص وسام فين. انا بس عايزك تشوف وسام فين. بص وسام فين يا كابتن من اول الكوره. خد بالك بص وسام فين من اول الكوره. وسام دايما في الحته العكسيه. ما ينفعش يبقى هو هناك في الحته دي. ما ينفعش. ما ينفعش. لازم يبقى دايما عكس الراجل اللي بيجي بنص ملعب. انا بلعب راس حربه لوحدي، فدايما لازم اكون عكس اللعيب بتاع نص الملعب. صح. اللي موجود معايا. حسين بيلعب فين بالظبط؟ نعم. حسين بيلعب فين في دي؟ حسين بيلعب في القلب. هو طب حسين سرعه في الملعب. طب نكملها. كملها. حلو. كامله كانت. تمام. هو راح صح. وحسين كمان لو راح كده كمان لجوه هيبقى راح صح. لجوه.
مش لبره. ما ينفعش حسين ياخد في الحته دي بره، كان بيحطها في الحته جوه، لازم ياخد لجوه حسين. طيب. كمان ليه بقى؟ لانها كمان لو اتردت من حارس المرمى او اتردت من الديفنس هتبقى الاقرب بتاع حسين الشحات. فدايما الفكره اللي عايز اقولها هي ان دايما راس الحربه كان بيبتدي من الحته البعيده، من الزاويه البعيده. ليه؟ عشان يبقى شايف الجول وشايف اللعب وشايف كل حاجه. لا حريه الاختيار بقى انه يقطع القريب. تمام؟ تمام. على حسب بقى الكونتاكت ما بينه وما بين اللي بيعمل الكروس. يعني انا ممكن ابقى متفق مع علي معلول لما تبقى من بعيد العب على القريبه، فانا دايما باخد الكره اخد من بعيد، اتحرك التحرك بتاعي يبتدي من بعيد واخد على الزاويه القريبه. لو من قريب اقول له لا، طب استنى بقى، انا مش هاخد على القريبه، لا انا هاخد على الزاويه البعيد. فده كمان بيبقى بلال. طيب. القريبه طيب. دي لو انا شايف انه ما عندوش ارتياحيه زي الكره، امام لعب الكره عنده ارتياحيه نقدر يلعبها، فعشان كده بروح للبعيده، شايف بيديله سبيس وعندها قوه. انما لو شفت عنده مشاكل هناك لازم انا اطير على القريبه. صحيح. عشان هتبقى شورت باص، فلازم انا احاول حفظ الفيرود للطرف، الحفظ يعني. تمام. انت عارف لما انا اروح ناحيه اليمين وابقى مرتاح ارفعها قويه. فاكر الكابتن مصطفى عبده حياتك انت كانت بتتعمل كده، كنت بستناها قصيره بستناها طويله، بس ببقى محضر نفسي. جات لي عاليه حطيره احطها بدماغي، جات لي الناحيه الثانيه حطيره اجيبها كده، جات لي على الارض داخل زي الطلقه. كلنا لا هو كلنا في نفس البوزيشن ده. انت مش فاهمني. حركه تشيف ساعدته بقى ايه؟ مثلا كان بيلعب معايا سيد عبد الحفيظ، كان يلعب معايا سيد عبد الحفيظ محمد عمار مثلا، فانا عارف ان عماره بيلعب الكوره. أيوة. ما بين البنايه هي دي اللي انا بقول لك، وما بين الاولى، فببقى قاعد محضر نفسي ان هو عماره هيوصلها في الحته دي. صح. سيد مثلا بيلعب كوره جامده جدا بس على الزاويه القريبه، فببقى محضر نفسي ان انا هروح اعملها في الحته دي. انت خلاص بتبقى حافظ اللعيبه اللي حواليك. ده كلام صحيح. طيب معانا بعض الحالات الفنيه، نبدا بالحاله الاولى مع الكابتن شريف عبد المنعم. ده في بدايه المباراه، شوف لي حاله كابتن شريف دي في بدايه المباراه. ده كانت في الدقيقه كام؟ دي حاله علينا دي في الدقيقه 2. بس نسبه هنا نسبه هنا هم ابتدوا عليك. بص الداخليه بدات ازاي. ما هو خلاص بقى هو. بس هنشوف لمده قد ايه. ما هو مدرب انت جبت فيه في الجون الماتش اللي فات في دقيقه حاجه و80 وتعادل معاك بضربه جزاء، فتوهم ان هو كان ند جامد جدا في المباراه، وانت اللي كنت تقدر اي وقت انا اضغط عليك اصطاد كوره تخليني في المباراه. هل هو بيعمل كده مع الفرق كلها؟ هل ده اسلوب الداخليه؟ ده فكر المدرب. لا ده بداية المباراة بس. ده الوضع هيتغير بعد حاجة بسيطة جدا. لا بعد 70 ثانية نكمل. كويس. أو بصوا ادي عنده 1 2 3 4 5 6. بص الضغط ده خدت بالك خلاك انت ايه؟ 7 لعيبة. لعيبة الاهلي لا ولا جرى لها اي حاجة. كويس. بل بالعكس خلاهم يعملوا ايه؟ يركزوا اكتر ويعملوا باص كتير، عشان كده الباز ما زالوا بيواصلوا الضغط برضه. الباز قال لك ايه؟ احنا عندنا 500 حاجة و60 عندنا منهم 500 وشويه خطر الكره دي. ما خلاص. لا بس انت واقف على رجلك لسه، دي في اول ثانيه في الحكايه، وانت الاسلوب المتبع بالنسبه لك اللي هو الباس باس 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 اللي بترهق بيه اي فرقه، وعندك لسه خلاص الثقه، حتى الرؤيه، حتى التنفيذ، خدت بالك، حتى البوزيشن الناس. وهنا ابتديت بقى، ابتديت تعمل الغزوات بتاعتك والشكل. ابص ابتديت تفتح الملعب، دي بعديها على طول، دي في الدقيقة 4. ابتديت تفتح الملعب بقى وتبتدي الغزوات بتاعتك. ايوه. هو كل ما بيحس، فهمتني؟ دي ما فيهاش حاجة. ايوه. كل ما بيحس انه فقد التعليمات اللي حصلت او الوهم اللي هو قاله له انت تقدر تضغط على النادي الاهلي وتخطف جول. صحيح. وبعدين يشاهد كرة زي دي، طبعا دي كرة يعني صعب تضيع من احمد عبد الهادي. تنفيذ دي كانت في البداية. بص التنفيذ كويس والانهاء احمد راح كويس قوي. احمد فكر، بس التنفيذ مش كويس. احمد ما بصش للجون وهو بيحطها. احمد بص للكوره وحس ان الكوره اسرع منه. اسرع؟ قبل ما راح لها، اعتقد تصرف معنى ايمن. قبل ما راح لها، فاكر انت الجون اللي جابه عبد المنعم؟ وقلنا ثانيه واحده يا جماعه، لحظه واحده نجيب الكوره الثانيه يا جماعه، ربما ما بنلحقش. لا ممكن نجيب الكوره الثانيه اللي هي بتاعت احمد عبد القادر. ماشي. بص انت فاكر الكوره بتاعت عبد المنعم اللي احنا قلنا؟ تمام. لسه الماتش اللي فات. كمل خليك معايا بقى. كمل. معاك. وقف الكره هنا بس. وقف هنا بقى. فاكر الكره بتاعت عبد المنعم الماتش اللي فات؟ لما كلنا ايوه اللي حطها، احنا قلنا دي بوش رجله. ايوه اللي جابه. وانا قلت لازم مش رجله. ايوه. هو رايح شايف الكره وهي في حضنه وحاسس بيها وبينفذ. هنا حاسس انها بعدت عنه، يا دوب بيحط وش رجله، كانت فتح وش رجله منه والكره بقت ما تخش جوه. هو وش رجله صح، بس هو حطها بره. حطها بره زي وش رجله. وسامه جات له في وش رجله من بره. نكملها. زجاج وش رجله من بره. كمل. فتنفيذه فيها
تنفيذه فيها اكنه بيطلع كره بره. هو على فكره كان عايز يحطها ابو شريف. ايوه هي جت هنا بس جت له بره كده. جت له بره بس تحس برضه لكن هي لو جت في وجه القدم كده زي بتاعت عم منعم رايحه له مش في حضنه، هو عايز يلحقها. ايوه فهمتني؟ بص هو كده رايح يلحق، هو التنفيذ رد فعله في الكوره ما كانش مظبوط. طيب الكوره اللي بعديها كابتن اسامه عرب ماشي الحاله اللي جايه طبعا تدوير كوره كره من امام كريم رقص كويس. هو وسع خلينا نشوف تصرف كريم. لا بص هو وسع على نفسه كويس تمام، وفي لعيبه كتير قراراتها بتبقى بعد ما يوسع كده تتحط في المرمى، بس هو ده يعني قفل على رجله قوي في الضيقه هيدي مين يعني فخرجت في الشبكه من بره. لكن هو لو نفذ ممكن يرجع لورا ماشي تمام، بس اقصد برضو القرار بتاع التصويب مش سيء، بس هو تنفيذه هو قفل قوي فقفل فضربت في الشبكه من بره. لكن هو لو يعني في زي كيرف حسين الشحات كده، زي حسين الشحات ممكن تروح في البعيده، ممكن يكون الحقها بالعافيه تقع منه واحد يكملها من ما اعرفش مين ده اللي هو مع المدافع الاخير ممكن تقع من ايد الجول، بس هي قفلت منه قوي في الشبكه من بره. لكن هي برضو تتسدد يعني مش ما يعني ناس كتير قوي انا سددها اه يعني ما تقدرش صعب ماشي صعب عايز اوش رجلي جامد بس وفي الحته اللي واقف فيها الجون هتاخد ايده وتخش ماشي. ياما جبنا جون كده بس ماشي يا بلال. ما هو ده بلال ممكن ما يبقاش القرار 100% تيجي جون، ممكن لو هي ما شاطها كويس تقع من ايده وتراجع تكملها. هولندا لسه جايبه اخو جون اه ما طيب عشان خاطرك انت بس تمشي يا كابتن تمشي. اللعبه اللي بعدها كابتن عادل لا هو دوت طبيعي لا ماشي. خلينا من اول ما الكوره مسكوها بتوع الداخليه. ايوه بس نقف هنا اولا انتشار الداخليه انتشار يعني بص الخمسه اللي ورا دول ماشي اللي ورا طيب هو بس دابو اللي جه في الحته اللي فاضيه اللي في وسط الملعب. الفجوه الكبيره اللي كانت ايوه بين نص الملعب وعندك في كوره لكن هو لو كانت فرقة تقيلة بلغة الكرة وانت عملت الخطأ دي كانت تعبتك. فرقة فيها نص ملعب جيد نص ملعب كويس لكن هم تحركاتهم اصلا يعني فضوا الحتة دي. كمل كده عشان نكمل كمل إيه؟ وقف تاني بس دابو يعني يستقبل بقى رياحية. بس دابو بيلعب فين اصلا في المباراة دي؟ دابو كان بيلعب في النص التاني ايوه في مكانه فين؟ كان ناحيه اليمين شويه مظبوط وبيدخل جوه في وسط الملعب أي. هو ساب ناحيه اليمين ودخل في وسط الملعب حاجه من الحاجتين. لكن مين اللي يكمل معاه؟ كريم فؤاد أي. بس كريم فؤاد حب يلعب منطقه شويه وقال لك ان دي ممكن بتوع نص الملعب يلحقوا دابو علشان دابو نزل نص الملعب كمل كده نكمل. طيب بس انا عشان كان ليا برضو رؤيه في حاجه ثانيه. هو دلوقتي كريم فؤاد وقف علشان كريم يحيى الباك رايت اللي هناك ايوه تمام. لو راحت لكريم يحيى هو دابو دخل كويس استلم حلو لو كان شالها اكتر كانت تبقى فيها خطوره على كريم فؤاد. فهنا كريم فؤاد كان يجب انه يرجع شويه لورا هو كريم. بس دابو اللي لعبها طيب. ومنعم ورامي ما كانوش منعم ورامي راجعين لورا شويه يعني بص رامي كان جاي يقابل تمام ومنعم كان معاه الراجل السنتر فورورد اللي واقف قدام ايوه هاتها تاني رجعك هنا رجع بعد اذنك رجع كمان 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 وبعدين عادل كمان غير رامي رجع من البدايه رجع من نص البدايه نص ملعبنا احنا اهو بص بص هنا امام ومروان واحمد عبد القادر راجع بوشه وعمرو سويه فاتح هناك الاربعه بتوع نص الملعب اكمل بس اكمل الاربعه بتوع نص الملعب مضروبين اصلا. بص يا كابتن دلوقتي امام داخل يقابل اتلعبت في وسط الملعب خلاص وقفنا هنا ايه اللي جاب مروان هنا انت بقى بتتكلم على مروان غلطان انت بتتكلم على رامي كان جاي يقابل ناحيه اليمين من ورا هاني لان هاني طلع قدام فحب يسد حته هاني. منعم اللي كان مشغول بالراس حربه كريم فؤاد هو اللي كان بتاعه دابو لو كان نزل مع دابو ما خلوش يستلم كان ساعتها اللي هيحصل منعم يبقى مكانه ورامي يبقى ماسك الراس حربه الثاني تمام ولكن هو خلاص عدت تمام انت بتصلح غلطتك. هنا في نقطه في الكوره في التكتيك يقول لك ايه
لما تخطأ سر على خطأك عشان تعدله. حتى بتتقل لحراس المرمى اكتر. كريم فؤاد غلط انه ما نزلش معاه. قصدك تحاول تعدله، تحاول انك ايه؟ سر ولا تكمل؟ انك انت ما تقفش مثلا. كريم فؤاد المفروض انه ينزل يمسك دابه صح؟ تمام. انت ما مسكتوش فاخطأ، صمم على خطأك ان انت ما تروحلوش. لانك عاوز تصلحه لازم تروح له، عقبال ما تروح له هتتلعب لكريم يحيى اللي وراه هتروح جول. فصمم على انك البوزيشن بتاعك تكمله. يعني نص الخطا ولا الخطا كله؟ لو جيت انت واتدربت في الكره دي يا بلال، انت لو جيت واتدربت في الكره دي كملها تاني. لا مش دي واحده تاني. طيب لو جيت ماشي، لو جيت واتدربت فيها كان كريم كان كريم يحيى راح على الجول. ماشي. الكره بتاعت كريم يحيى، كريم يحيى عمل الصح، ما يقدرش زي ما عادل قال ما يقدرش ينزل مع دابه، لان كريم فؤاد ان كريم يحيى فاتح هناك. لو هو نزل كده يبقى المساحه دي كلها ضربت. يبقى هو صمم على ايه يا كابتن؟ يبقى صمم على ايه يا كابتن اسامه؟ صمم على ايه؟ هو المفروض دابه بيلعب معاه مان تو مان، مفروض، بس لانه دابه طرف هو ما نزلش معاه. ما طلع صح، هو طلع صح، فوقف كمل الخطا بتاعه علشان يعدله تاني. لان كريم يحيى ياخد الباك رايت اللي جاي هناك صح. طيب صحيح يا كابتن بلال، انت اتكلمت عن تحركات اسامه ابو علي، بس انت اتكلمت عن نقطه مهمه جدا. لما انت بتلعب كراس حربة وحيد، احنا ما كملناش بس النقطه دي، غير لما ما بتلعب راسين حربة، انت اتكلمت على التفاهم ما بين راس الحربة، وانت ربطت الكلام دوت بمثلا سيد عبد الحفيظ لما كان بيلعب وانت بتلعب. حلو. فانت عارف سيد هيعمل ايه. صحيح. محمد عمارة لما كان بيلعب ناحيه الشمال وانت بتلعب راس حربة، عارف برضو عمارة هيعمل ايه، بتروح له في الحته اللي هيوصل لك فيها الكوره. بس خلي بالك لما تلعب راسين حربة لازم التفاهم كمان مع راس الحربة طبعًا اللي جنب. طبعا. لا، لما بتلعب براسين حربة انت فكرة الباك او الهاف بيرفع فين دي بتستثنيها شوية. دي بتستثنيها شوية. ازاي؟ لان انت خد بالك لما بتبقى راسين حربة زي ما انت قلت لك يا كابتن ايمن، انت فكرك الاول في الربط مع راس الحربة. طبعا. ليه؟ لان انا النهارده ممكن ابقى انا وايمن شوقي، انت ممكن تروح على القريبة هو يروح كمان على القريبة. يبقى انا وايمن شوقي النهارده ايه؟ بنلعب راسين حرب، فاحنا الاثنين بنجري في اتجاه العرض القريب. صح. طب نفترض ان هو حب يعمل حاجه مختلفه، يعني بدل ما يعمل كروس عرضي قام عامل تشيب باس، تمام؟ عالي، خلاص يبقى انتوا الاثنين اتبعتوا والكره راحت. بالظبط. فعشان كده احنا دايما، حتى كمان اكيد انت في التدريبات والكباتن، كنا دايما راسات حرب تتكلم مع بعض، يلا هنتحرك. أي. طب تعالى غير. فيبقى في ربط كمان بالعين، وفي ربط كمان في التدريبات انت بتتعلمه اساسا. يعني في التدريب يقول لك لما تبقى على الزاويه القريبه على الزاويه البعيده يلا تعمل السويتش كروس. تمام، او تعمل كروس. بالظبط. عشان ايه؟ عشان كل واحد فيكم يروح على حته. لكن انا بكلمك في موقف احنا فيه في الوقت الحالي. انا النهارده انا بلعب راس حربة لوحدي، تمام؟ فبالتالي ببقى قاري علي معلول هيروح، انا عارف علي طبيعته، لو راح من قبل ال 18 علي بيقوم عامل الكروس على القريبه، تمام؟ لو راح علي وكمل لحد خط المرمى علي بيعمل ايه؟ بيقوم عامل يرجع لتحت. فانا خلاص انا اوتوماتيك خلاص ببقى عارف خلاص علي معلول من على ال 18 هيعمل كذا. تمام. بس مش بحضر نفسي اسرع، بستنى برضو على البعيد. عشان كده دايما اقول لك ايه، راس الحربه هو بيلعب لوحده دايما بيحضر على البعيد. مزبوط. بيحضر من بعيد. مزبوط. من على الزاويه البعيد، وبعدين وهو رايح بيعمل الكروس ببتدي انا اخطف على القريبه. سؤال اتفضل. هو سؤال اخير قبل ما نشوف اللي جواه. الاريح كان بالنسبه لك انك تلعب راس حربة وحيد مفيش حد جنبك، ولا راسين حربة؟ لا انا راس حربة وحدي ماشي. دي حاجه يناني قوي. لعب قريب بالنسبه لي يا كابتن يناني. انا راجل بحب انطلق. طيب طيب نجيب الهدف الاول ونحلله مع كابتن شريف. ماشي اتفضل كابتن شريف. اشوفه اهو. لا نرجع تاني معلش سريعا بس عشان الوقت. أقوى عشان عندنا لقاء لمستر كولر. اقوى ما في هذا الهدف ال 1 2 هاني حاططها له 10 على 10 بنفس الشكل ده، اقدر اكسب جميع المباريات بهذه اللعبه. تمام. وما عنديش تعليق تاني. تمام. الجول الثاني سريعا كابتن اسامه عرابي. ماشي. طبعا ده كان كورنر، واسام قطع القريبه وحطها جت في ايد معاذ العناوي ضربه جزاء. اسام باقتدار قوي كويس قوي. يعني شايف الجون
وثبته وحطها بكل بساطه على شماله. اه صحيح. فهدف في تمكن يعني. طيب الهدف الثالث ماشي كابتن. اه حسين بيتحرك كويس قوي، عمل الباص كله ضم على حسين، وما كانش شايفين امام عاشور نزل على ال 18. تاخير امام عاشور كان كويس قوي، سند كويس، وامام شوتنج كويس. صحيح. اصلا صحيح. واللي يدي فرصه لامام في الحته دي يبقى غلطان، يندب. طيب الهدف الرابع اتفضل يا كابتن بلال. حلو قوي، حلو قوي يعني بصراحه. شابوه عمر، فكرنا بانطلاقات علي معلول. كمال حاجه ممتازه رائعه جدا يعني. صحيح. طبعا هو الجول سهل على امام جدا طبعا. لكن ده هو بدايته عمر ونهايته وصنع عمر كمان في النهايه. صحيح. اه طبعا صحيح. هو بص، عمر لعيب متحرك تمام. يعني لعيب بيحب ينطلق، عشان كده انا دايما بحب يعني لو 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 قلت لي عمر يلعب في انهي بوزيشن، اقول لك يلعب ليفت وينج او رايت ملعب. اه في نص ملعب مظبوط تمام، ما يلعبش رايت باك او ليفت باك، لا. صحيح. يلعب في اللعيب، لعيب وينج بيعرف يخش لجوه ويطلع لبره وبيعرف يخترق كمان. على فكره من اللعيبه القليله في مصر اللي بتعرف تعمل دريبل بالكوره، ودي خد بالك ودي من النوادر، لان ده اللعيب اللي بيعرف يعمل دريبل بالكوره ده بيقدر يعمل لك التحول السريع من الدفاع للهجوم في ثواني، في لحظات. صحيح. يقدر يعمل كام، بيشوت كويس تمام، الكروس بتاع الكروس باس بتاعه هايل جدا جدا. لكن انت برضو عندك في الاهلي عندك اثنين عباقره في الحته دي، عندك اثنين جامدين جدا يعني. عندك بيرسي تاو مصاب في الوقت الحالي، لعيب تقيل. عندك حسين الشحات في البوزيشن ده لعيب جامد جدا. طبعا. عندك كذا يعني واحد اكتر من حد، وعندك عندك لعيبه عبد القادر كمان، عندك لعيبه كتير جدا في الحته دي. لكن عمر كمان لعيب هايل يعني. صحيح. وعمل الجول بشكل رائع جدا. طيب نروح نشوف لقاء خاص مع مستر كولر، ومن بعده فاصل، ومن بعده نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. من جديد يا كابتن ايمن، بلتقي معاك عقب انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف واحد. الف مبروك لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. معنا حاليا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، دكتور خالد الجواد القائم بعمليه الترجمه. في البدايه بنبارك له على فوز المباراه والفوز ال11 على التوالي. شايف تحقيق الفوز ال11 على التوالي ازاي في ظل الظروف الصعبه وضغط المباريات؟ Ja, für mich zählt immer das nächste Spiel. Also ich wusste jetzt das gar nicht, dass das so viele Spiele sind. بصراحة ما كنتش واخد بالي ان احنا 11 ماتش او 11 فوز على التوالي، لان انا ما بفكرش غير ماتش بماتش. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn du nur zwei Tage dazwischen hast. طبعا في صعوبة لما عندك يومين بس او ثلاث ايام بس بين كل مباراة والتانية، ده بيبقى في صعوبة كبيرة جدا. ولما الجو يبقى حر بالشكل ده. Ja, natürlich eine gute Leistung bringen müssen. واللعيبه كمان لازم تأدي اداء كويس، بتجري كتير. الرهولون إس ريلاتيف كناب. الراحات بتبقى قليله جدا مع ضغط الماتشات دي. يا ومي سين فرو ويمر دان مال. فاحنا سعداء جدا ان احنا ناخد اي يوم اجازه في النص ده، بيدينا قوه. ومع الضغط ده واخر احنا في اخر موسم كمان، الناس كلها في العالم كله بطلت او خدت اجازه، فانا دلوقتي اقدر ان انا ادي يوم او اثنين اجازه للعيبه في وسط الضغط ده. ده هيريحنا جدا ان احنا اللعيبه تفصل عن الكوره شويه عشان تقدر انها تكمل. Wie wir trainieren, wenn wir dann gut spielen, wenn wir gutes Tempo haben, wenn wir gute Kombinationen drin haben, das widerspiegelt sich. فالاجازات دي بتبقى مهمه جدا ان احنا بنديها من حين لاخر، وخصوصا ان احنا التمارين بتاعتنا بتبقى شدتها عاليه جدا. احنا بنطلب من كل لاعب في كل تمرين يدي اكتر من 100%، فاللعيب بيبقى مدي اقصى ما عنده، فالراحات بتبقى مهمه جدا عشان يقدروا يبقوا واقفين على رجليهم، ما يحصلهمش احتراق، ما يقدروش ان هم يجي لهم اصابات. فاحنا بنحاول ان احنا نهندل كل ده مع بعض عشان نقدر ان احنا نعدي ببر الامان، ويبقى شكلنا ان شاء الله كويس طول الوقت. في ظل كل الظروف ده يا دكتور خالد، بيقدر ازاي يحفز اللعيبه في ظل ما هم مضغوطين عصبيا جسديا كمان، منهكين بسبب قرب مباريات؟ تقريبا احنا بنتكلم مباراه قدامها يومين ومباراه قدامها ثلاث ايام مش اكتر من كده. التحفيز وازاي، خاصه انا دايما في التدريبات بنشوف مستر مارسيل كولر بيتكلم مع اللاعبين دايما قبل كل التمرين. في كونن زي دي سبيلر موتيفيرن دان في سو انتنسيف زايت من دي ديزن انتنسيفن سبيل بلان زي مس دي سين واشاينلي دان ارشفت منتال ابا اوخ كورپرليش داس سي اين سبيل هابن 2 تاغ وند نوخ اين سبيل وند ان ديزم ريتموس اس اس نيت اينفاخ دي سبيلر تو موتيفيرن في ماخن سي داس بيزوندرس داس في سين داس سي ايمر فور ديم تريننج مت دان مانشافت سبريشن يا
ist natürlich auch Erfahrung und ich liebe den Fußball und ich bin natürlich auch viel am Spiele schauen, jetzt auch, wir haben zwei Tage frei, aber ich bereite mich natürlich schon wieder vor auf das nächste Spiel und dementsprechend ist halt wichtig auch Kleinigkeiten zu sehen, zu spüren und dann einzugreifen, ne? und die Spieler wachzurütteln und versuchen, ihnen dann auch klar zu machen, okay, wir können jetzt nicht locker oder überheblich spielen, sondern wir müssen konzentriert bleiben und das dementsprechend dann umsetzen. طبعا اول حاجه الخبرات، الواحد عنده خبرات كبيره في مجال الكوره، غير كمان انا بحب الكوره جدا، يعني انا مدي اجازه للعيبه يومين ورغم كده انا بقعد اشتغل، يعني حتى ما بدي لعيبه اجازه او راحه انا بقعد اجهز للماتشات اللي جايه، فانا هقعد النهارده وبكره بقعد شغال على الماتشات اللي جايه، بحاول افكر في كل التفاصيل، اركز في كل التفاصيل، لقيت ان اللعيبه بدات تكسل او حد بدا يتعب بزق اللعيبه، ببدا ان انا اتكلم معاهم، ببدا ان انا اعمل تدريبات معينه، حوافز معينه، بحيث ان انا اخلي اللعيبه دايما في اقصى اداء ليها طول الوقت. مبقاش سهل، بس احنا بنحاول ده طول الوقت عشان خاطر مع ضغط الماتشات دي محتاجين ده جدا. فانا بعشق الكوره، بحب الشغل وبحب التفاصيل، لان في الكوره التفاصيل هي اللي بتفرق في فرق كبيره. خلاص دخلنا على الامطار الاخيره من الموسم، والله يعني الفتره بتاعه الحسم، بيطلب من لعيبته في ظل كل الصعوبات دي، وكمان جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هو اتكلم على الضغط، يعني حراره الجو، جمهور النادي الاهلي على طول موجود في اصعب الظروف وموجود ومساند دايما اللعيبه. Was sagen Sie den Spielern dann? Wir sind jetzt in den letzten Metern in diesem Wettbewerb, in dieser Meisterschaft. Was machen Sie jetzt dann aktuell mit den Spielern? Was sagen Sie zu den Spielern und was sagen Sie zu den Fans, trotz dieser Hitze, dass sie versuchen zu kommen, versuchen die Mannschaft zu unterstützen? Ja gut, jetzt ist natürlich grundsätzlich, kennen die Spieler diese Wärme eigentlich eher als wir, was in Europa, wo ständig regnet oder was kälter ist, und von daher können sie eher mit dem umgehen. Aber es ist natürlich eine Leistung, man muss eigentlich den Hut ziehen auch vor den Spielern, dass sie diese Leistung bringen können, dass sie diese Laufintensität, dass sie diesen Fokus abrufen. Aber die Spieler sind sehr professionell und dementsprechend sind wir natürlich froh, dass sie so sind und dementsprechend das umsetzen, was wir von ihnen verlangen. طبعا اللعيبه متعوده على الحر ده يمكن اكتر مننا شويه، انا جاي من اوروبا وامطار واجواء بارده، لكن هم متعودين عليها. لكن بالتاكيد انا يعني كل الاحترام وبرفع القبعه للعيبه النادي الاهلي على اللي هم بيعملوه الفتره الاخرانيه في وسط الحر ده. احنا بنجري كتير جدا، الفرقه كلها بتلعب بتدافع قدامك، فده بيحتاج مجهود اكبر، جري اكتر بكتير. فرغم كده مفيش لعيب بيبخل بنقطه عرق، كله دايس، كله بيجيب اخر ما عنده رغم حراره الجو ورغم كل الصعوبات. ف انا بحييهم جدا على اللي بيعملوه، ولسه قدامنا كتير ولسه عايزين نحقق حاجات كتير جدا لسه الفتره الجايه. جمهور النادي الاهلي، ديفنس من الاهلي. Ja, es waren heute leider nicht so viele da, aber ich glaube, die anderen haben alle am Fernsehen zugeschaut. Für die war es wahrscheinlich zu warm, ins Stadion zu kommen, waren lieber bei der Aircondition und haben am Fernsehen geschaut. Aber ja, ich möchte mich bedanken bei denen, die hier waren, die auch in dieser Hitze gerufen haben und uns unterstützt haben, und hoffe, dass das nächste Mal wieder mehr ins Stadion kommt. هو طبعا النهارده جاء جمهور قليل جدا على المفروض جمهور النادي الاهلي الجمهور الكبير، اغلب الناس واضح انها قعدت في البيت تستمتع بالتكييف، قعدت تحت التكييف تتفرج على الماتش، ما الحر كان عالي عليهم جدا. لكن بحيي جدا الناس اللي جت، ان رغم الحراره جت وفضلت تساندنا طول المباراه، وبتمنى ان الجمهور يجي يساعدنا. احنا في مرحله صعبه جدا من الموسم، بنادي اداء كويس، بنعمل نتائج عاليه جدا، فمحتاجين الجمهور يجي ينبسط وفي نفس الوقت يدعمنا عشان نكمل على كده. اخيرا مش هطول عليه، هو سؤال شخصي، اسمه مرتبط بالارقام القاسمه على جمهور النادي الاهلي، خاصه الفوز بنتيجه 4. Ihr Name ist immer dann verbunden mit Rekords letzter Zeit, besonders Rekords. Ja, die haben jetzt dann mit den Vieren angefangen. Ja, aber wir haben die 1 bekommen. Aber es dachte viel gut. Also Rekord ist klar, so schnell wie er spricht, also das ist glaube ich ein Rekord. Also سرعة كلام حضرتك دي تاخد فيها دي تاخد فيها رقم قياسي، انا متهيألي لساني هيتكعبل لو انا اتكلمت بسرعة سرعة كلام حضرتك. بنشكره طبعا ونتمنى له التوفيق ودايما يا رب في الانتصارات، وباذن الله يتوج اخر موسم ببطولة الدوري. شكرا. كابتن ايمن، دقق لقائنا مع مستر مارسيل كولر، يعني يا رب دايما الفوز للنادي الاهلي ودايما في انتصاراته وبطولاته، ودايما يا رب بفرحه وجمهور النادي الاهلي فرحان وسعيد، وباذن الله رب العالمين نحتفل في نهايه الموسم ببطوله غاليه جدا، بطوله الدوري العام 44. كمان كابتن ايمن اتفضل.